أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الثلاثاء قد بلغ 212940 واثني عشر ألفا شخصا، وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لذات اليوم تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ أحد عشر ألفا وثمانمائة وعشرين حالة تطعيم، وكانت وزارة الصحة قد دعت الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح باعتباره حماية لكافة أفراد الم مجتمع من الفيروس، مشيرة إلى أنه عملية التسجيل متاحة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة للمواطنين والمقيمين، ممن يبلغون من العمر ثمانية عشر عاماً فما فوق، ومشددة على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من التطعيم لضمان فاعليته.